الهجمات البغيضة التي شنتها حماس وغيرها ضد مدن وقرى إسرائيلية في غلاف غزة التي خلفت أكثر من 800 إسرائيلي من القتلى وأكثر من 2500 من الجرحى. للأسف هذه الأرقام مصعدة مرجحة للصعود والهجمات مستمرة ولا نعلم ما عدد المفقودين. في حين ذلك فإن هناك تقارير تفيد عن قيام مجموعة حماس وجهاد باختطاف بعض النساء والأطفال، وبعضهم قد تم استياقه إلى غزة، وفي حين أن حماس قد قامت بشن مئات الصواريخ التي طالت تل أبيب والقدس. أدرك التظلمات الشرعية للشعب الفلسطيني، لكن ما من شيء يبرر هذه الأعمال الإرهابية وقتل والتشويه واختطاف المدنيين. أكرر ندائي لوقف هذه الهجمات بصورة مباشرة وإطلاق سراح الرهائن. في ظل هذه الهجمات غير المسبوقة، فإن الهجمات الجوية الإسرائيلية قامت بضرب غزة، يتملكني الذعر الشديد من التقارير التي تتحدث عن أكثر من 500 فلسطيني بما في ذلك النساء وأطفال قد قتلوا في غزة، بالإضافة إلى 3000 جريح. للأسف هذه الأرقام مرجحة للصعود في الوقت الذي تستمر فيه العملية الإسرائيلية. بيد أنني أدرك المخاوف الأمنية الشرعية لإسرائيل، فأنني أذكر إسرائيل بأن العمليات العسكرية يجب أن تتم وفقا للقانون الإنساني المدني. لا بد من احترام وحماية المدنيين في كافة الأوقات، والبنى التحتية المدنية يجب أن لا تستهدف. ولدينا سلفا تقارير عن قيام إسرائيل بشن بعض الصواريخ على المنشآت الصحية داخل غزة، بالإضافة إلى المباني متعددة الطوابق والمساجد، حتى أيضا مراكز أنروا ومدارسها لإيواء النازحين تعرضت للقصف. هناك ما يقرب من 137 ألف شخص الآن الذين لجأوا إلى مرافق الأونروا، والرقم مصعد للصعود، مرجح للصعود. إنني أشعر بالحزن العميق بإعلان إسرائيل اليوم بأنها سوف تقوم بعملية حصار كامل، عدم السماح بالغذاء أو الكهرباء أو الوقود. إن الوضع الإنساني في غزة يعد قاتما في ظل هذه الأعمال العدائية، فالمعدات الطبية والمواد الغذائية والوقود والإمدادات الإنسانية هي أمور بأمس الحاجة إليها، ولا بد من تسهيل إدخال المساعدات والإمدادات الأساسية لغزة، وسوف تقوم الأمم المتحدة بالاستجابة لهذه المتطلبات. وأنني أهيب بكافة الأطراف بأن تسمح للأمم المتحدة بقدرة الوصول من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العالقين في غزة، وأتوسل للأسرة الدولية أن تقوم على الفور بتقديم دعم إنساني مباشر لهذه الجهود. منسق الأمم المتحدة الخاص وأنا ننخرط في المنطقة للتعبير عن مخاوفنا وعن غضبنا، ولتعزيز الجهود الرامية لعدم انتشار هذا الصراع في كافة الشرق الأوسط، حتى في هذه الأوقات العصيبة وحتى في هذه الأوقات الصعبة. من الضروري أن ننظر إلى الأفق بعيد الأمد، وأن نتخذ إجراءات من شأنها التي تفضي إلى سلام مستدام. هذه الجولة الأخيرة من العنف لم تأتي من فراغ، في حقيقة الأمر بأنها نتيجة لصراع قديم بسبب عملية احتلال دون وجود أي أفاق في نهاية النفق، بل وهي مبنية على حمامات الدماء والاستقطاب والكراهية. لا بد لإسرائيل أن تلجأ للسبل الشرعية من أجل تحقيق السلام، وعلى الفلسطينيين أيضا يجب أن يعملوا على بناء هدفهم في إقامة دولة إسلامية. فقط السلام الذي يتم التفاوض عليه هو الذي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، وضمان سلامة كل منهما، وإقامة الرؤية الرامية لإنشاء دولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقية الأخرى التي يمكنها أن تقدم استقرارا طويل الأمد لسكان هذين البلدين وفي كافة أنحاء الشرق الأوسط. شكرا جزيلا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية
لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.